اهلا بكم الاعزاء المشاهدين في حلقه جديده من التابوت، حلقه سعيد جدا خلالها يكون ضيف عليه واحد من الفنانين الشباب اصحاب الجماهيريه العاليه جدا، موهبه تتدفق، اغنيات خاصه مسموعه منتشره بشكل كبير جدا جدا، حفلات جماهيريه ناجحه للحد الذي يعني جعل البعض يرفع الهمس بانه فنان الشباب القادم بقوه. انا سعيد جدا يكون ضيف عليه الليله احمد فتح الله. مرحبا بك ابو حميد، ورمضان كريم عليك وكل سنه وانت طيب. وعليكم السلام اخونا واستاذنا احمد دندش، كل سنه وانت طيب وكل الشعب السوداني ان شاء الله ربنا يعيد عليه رمضان بالبركه وبالخير وبالامن وبالاستقرار ان شاء الله. امين يا رب العالمين. احمد، اخر حوار قبل كم سنه؟ كان من 3 سنين ولا 4 سنين تقريبا؟ طيب 3 سنين 4 سنين تقريبا. انا مبسوط والله انه تكون ضيف علي مره ثانيه. باختلاف الزمن، باختلاف الحاجات، حاجات جديده كثيره طرات، حاجات مستجدات والى اخره. قبل اي حاجه، قبل ما نخش في التفاصيل، لو لاحظت اللوكيشن بتاعنا ذاته هو مستوحى من الحضاره والتاريخ السوداني. ايوه، يعني دي كلها حاجاتنا السودانيه المهمله. أيوة. يعني انتوا ذاتكم كفنانين بتتحملوا دور كبير في عدم التعريف بها، يعني وما قاعد تعملوا الحركه دي يعني. والله يا ابو حميد يا اخي هنا قاعد يقولوا الوجع راقد، المهمل كثير يعني. السودان ان شاء الله ربنا يا اخي يرفعه من محنته دي، لكن المهمل كثير والله. المحنه نقع في محنه. ايوه، الله يديك العافيه. طيب، التابوت دي ده الهرم الاسود. نعم. 4 درجات. نعم. بنعبر فيها، بعد ذاك بنمشي التابوت. فكره براء وقصه براء دي خليها اول لتر يعني. تمام؟ ان شاء الله. الضيوف البيوني عاده اي ضيف بدوني 3 ارواح بوزعها عليهم. ثلاثة شنو؟ 3 ارواح. ارواح؟ ايوه. ايوه. الروح دي لو في سؤال انت ما عايزه تقول يا اخي انا بستخدم روح، عرفتها؟ ايوه. مشي لك السؤال بقى. لحد ما اموت يعني؟ لا. اسمع. انا بوزع الارواح على حسب، في ناس بدون 3، في ضيوف بدون 2، في ضيوف بدون روح واحدة، في ضيوف ما بدون اصلا ولا روح. انت انا حديك روح. جدا واحدة بس تحافظ عليها لكن طوال زمن الحلقة. جدا يعني ما تستخدمها الا الاستخدام الصحيح. ليه واحدة يعني؟ واحدة ما في ناس ثلاثة. لا ما ديت زي 3، لكن ديرك براهم ظروفهم براهم. مشكلة. تمام؟ ما في مشكلة. نبدأ طوالي. نشوف أول درجة في 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 الهرم. تمام؟ بسم الله. 3 ألوان. خضر. طيب، دي طبيعة أسئلة، استخرج الاسم المختلف ووريني ليه هو مختلف. تمام؟ هيثم عباس، محمود الجيلي، أمجد حمزة. وعندي لازم ما بتدور انت. الله يا اخي، انا زي اللي بتعمل مشاكل يعني هم. طيب ما حقدر اطلع الثلاثة اشتغلت معاهم. طيب. اي طبعا. الثلاثة. طيب ممكن تطلع محمود يعني، بالنسبة لي محمود يعني والله الكلام ده بيجيب مشاكل يا اخي. محمود الجيلي؟ يعني مثلا هيثم وامجد يعني بيشتغلوا غناسوك كثير يعني. ايوه يعني ممكن يكون ده الاختلاف الوحيد يعني. يعني محمود انا ما غنيت معاه يعني، غنينا حاجه واحده لكن. ايوه، محمود الجيلي. اي محمود. محمود هو المختلف. ايوه تمام. طيب لك واحده ثانيه. أسرار بادقر، إلاف عبد العزيز، أفراع عصام. والله طبعا أنا فاهم، ما حقول لك يعني أنا، لكن أسرار طبعا. أسرار بادقر. أسرار فنانة كبيرة وفنانة يعني، ده الجيل الجديد ما 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 بتتخطى معهم يعني. ما بتكون معهم اعتباري. ده تجربة يعني، ما عمرنا الكلام ده وغيمة و تزول حقاني يعني، برغم انه إلاف يعني اخر حفلة جاتك في المسرح القومي ودعمتك. يا اخي إلاف اختي يا اخي. يعني إلاف اختي والله، وفنانة ما بيختلفوا على اثنين. تمام. لكن كمان أسرار بابكر مرحلة ثانية دي جدا. طيب، أحمد الصادق، حسين الصادق، طه سليمان. طه سليمان. طه سليمان. ولا الان غايزة كيف يعني؟ ليه طه سليمان من التزاوية؟ ما فهمت هذه. يعني ديل أول حاجة بلدياتي.
المقام الاول بلدياتي وجيراني واخواني، وتربطني بهم علاقه اسريه يعني. طه زميلنا واستاذنا وكله يعني، لكن ديل كوم برام يعني. بالنسبه لي يعني، بالنسبه لك ديل برام. ايوه. انت عندك مشاكل مع طه مؤخرا ولا ما؟ لا 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 ما عندك معنى من المشاكل؟ لا لا لا، انت بتحب جو المشاكل ده ليه كده يا احمد؟ انا ما قاعد احب جو، انا بزعل. ما عندي معه والله، ما عندي اي مشاكل. طه ده عنده فضل علي كبير شديد، وعنده دور في تقديمي للناس يعني. جيت معاه الحلقه التوثيقيه حقته في اغاني واغاني، كان موثقين غناه. جيت معاه استوديو فايف وغنينا حفله عامه مع بعض في سبار سيتي، فدعمني والله، وقف معي ان شاء الله ربنا يجزيه الف خير. تعالك انت لما جيت اصلا انت معروف يعني، ما كنت فنان بادي يعني، كل الحاجات دي يعني كنت فنان يعني معروف برضو يعني، لكن برضو يعني ما بشكر الناس، ده تاريخ وده فضل يعني. ايوه له فضل علي والله صراحه، لله الله يعني، له فضل كبير علي والله. تمام، خلينا نشوف الصندوق الثاني ده. تمام، الصندوق الثاني ده دي اسئله مباشره. تمام نعم. مباشرة كيف؟ مباشرة يعني هذه يعني ما في اختار ولا كده، ده سؤال مباشر بسأله لك حتجاوب عليه. تمام مباشر. تمام؟ خليني طيب انا اشيل لك طيب عشان انا اريحك زاد من القصة. تمام حافظ اشيل لك عشان اريحك. تمام؟ طيب خلينا نشوف الاصفر ده. انت غير مهتم بما يتعلق بحقوق الشعراء والملحنين، واخر خلاف دار ما بينك وبين ملحن شاب شهير جدا جدا في اغنيات، وكان يعني كانت يعني قضيه كبيره الناس اتونست بها وحكت عنها وكده. انت احمد حقيقه ما بتهتم بالحاجه دي، ولا دي كانت حاجه دي حاجه براها كده، مشكله براها ولا شنو؟ والله اصل قصه ما انا ما بهتم ما عندها، لكن احنا الليله يعني العرف السائد في وسطنا ده بتاع التعامل يعني بتكون في علاقه اخويه بيني وبين احمد يعني. يعني ليه ما بسأل مثلا احمد ده ما برسل لي بتاع انا اقوم طوال ارسل له القروش يعني، اوريدي الزول ده انا بتربطني به علاقه قديمه، حتى ذكرته يعني القصد انت بتربطني بعلاقه قديمه وعلاقه اخويه يعني. فحتى الواحد بيقوم يعني بيتفاجئ يعني. وعامة يعني الشعب السوداني ده قاعد يشتغل بالظاهر يعني. يعني هسه الواحد يلاقيك كده في شارع الله ده سايب، يتخيل انه زول ده مثلا ده يا زول بس بيشيل القروش دي وبخون بخد في البيت يعني. فانا الليله هسه قاعد اقول حاجه واحده، انا هسه الليله لو بقيت شغال يوميا كان عامه كان حفله خاصه يعني، يا اخي انا بنفس مستوى الطلب ده عشان احافظ على مستوى الطلب بتاع كل يوم ده، انا لازم اصرف على الشغله دي بنفس القدر يعني. فالناس بتخيل انه بس لو فرضنا انه انا شغال كل يوم ما كل القروش دي او ما كل العادي يعني ممكن تطلع لك يعني. انت ناس شخصيا انا بتكلم لك عن نفسي، انا الحمد لله مستور ماكل شارب، بقدر اسير في شغلتي دي. أيوة. الماشي في هذه. لكن قصه بتاعت حق زول دي انا اصلا والله انا من انصاري انه انا ادي اي زول حقه، على اساس انه انا يا اخي ربنا يبارك لي في الحاجه اللي بعمل في هذه. والغنى ده ما اظن لي عنده الزول يقدر يقيمه بقيمه يعني، الحاجه الفنيه دي الابداعيه دي انا اقوم اخذ لها الرقم الفلاني ده. معناته انت ذاتك شنو؟ قللت من بس في عرف عام كده الناس عارف بتكون في حاجات ثابته كده ثوابت بتمشي بها يعني. لكن والله انا من انصار الحقوق لاهلها وكده يعني. لا القانون بتاع الملكيه الفكريه ده او بتاع النيابه التجاريه ده ذاته والله يعني انا غايته كفنان اتكلم عن شخصي انا والله عذبنا يعني. هسه انا قاعد اقول مثلا جا فلان الفلاني الشاعر الفلاني او الفنان الفلاني، الزول ده اكتشف موهبته وين؟ اصلا من ما بدا اكتشفها وين؟ اكتشفها وين؟ اكتشف في غنى زول ثاني ها؟ يعني كتب لنفسه ولحن وغنى طوالي؟ ما مستحيله دي. فحقه شويه كده الناس ما تبقى بيها يعني ما هو المشكله انت بتاخذوا مبالغ طائله جدا عرفتها في الحفلات يعني، انت بتاخذ لكم مبالغ طائله في الحفله الواحد عرفتها، ودي شعراء وملحنين في النهايه صلى الله عليه وسلم. شوف نزل ما برضه اوضاعهم مزريه يعني برضه يعني انتوا برضه انتوا الرعوه يعني انتوا حاولوا خليكم الناس مستفيد شويه. انت تبكي وما عارف الميت من كيف والله العظيم تبكي وما عارف الميت
كيف يعني كيف والله كلام غلط يعني؟ والله بنعيش ظروف. انا قاعد شخصيا عشان ما اعمم لك نحن دي فيها تعميم. انا شخصيا والله قاعد اصارع وقاعد ابدع او قاعد اشتغل في ظرف صعب جدا جدا والله العظيم. لكن شاكر حامد والله ممكن يكون ظرف طاري بس والله حامد وراضي جدا يعني. جدا يعني لا ما ظل ظرف طاري تحت اي ظرف يعني. انا والله حامد وشاكر وراضي. الرضا ده هو نحن هسه شفت مشكله السودان ده كله شنو ما في زول راضي. انت تطمح ده شيء الطموح ده حق مشروع لاي زول مهما كان في اي حته الطموح ده. بس يعني الطرق المشروعه لتحقيق الطموح هي اللي بتختلف يعني. فعشان ما نخش في مواضيع ثانيه هسه انا ما اديتك فكرتي يعني. لكن والله ما الناس بيعرفوني كويس، شعراء بيعرفوني كويس، والملحين بيعرفوني كويس. والله نهائيا انا اكثر انسان حقاني قاعد تخون خانتني الظروف، لكن انا اكثر زول حقاني في الدنيا دي. تمام. ولو على رقبتي الحق ده يعني. تمام. هل تعتقد ان ابعادك من برنامج اغاني واغاني هذا العام كان مقصودا؟ لا 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 ما في زول والله يبعد لحد اخر لحظه. انا الماشي وانا كده. لكن يعني اغاني واغاني اشتغلتها موسمين، موسم شويه كده عشان كنت فريش كده وجديد على البرنامج وعلى هنا. لكن الموسم الثاني الحمد لله نقدر نقول بنسبه 80 او 70% كنت في الفورمه. وطلعنا موسم من المواسم الحلوه شديد. والاستاذ السرقادور ان شاء الله ربنا يا اخي يرحمه ويغفر له بقدر ما متعنا وابدعنا. انا احبه والله يعني لوجه الله. قبل ما اكون في البرنامج لحد اللحظة دي أنا من الناس اللي بحبهم جدا جدا وفقد كبير خلاص والله. ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. يعني أغاني وأغاني تمت دعوتك ولا أنت ما مشيت ولا القصة والله مشيت واخترت أغاني وكنت ما داير أظهر في البرنامج، كنت داير خمسة حلقات تاني برضو لخمسة حلقات. ربنا ما رايد لي بس إنه أكون فيه يعني السنة دي. أنا كنت براي مضغوط في اتجاه تاني كده. كان عندك حاجة تانية. يعني أنت اللي اعتذرت. أنا اللي اعتذرت والله. طيب. هل بتعتقد انه البرنامج ده فيه خيار وفقوس كده؟ يعني مثلا ناس محصور على فنانين معينين كده ما والله يعني ممكن ما لما يعني ممكن الناس بتكون بتحب ما بتحب تغامر ما بتحب تكون حاجه، الناس بتلعب في المضمون نقدر نقول. طيب ما هي حقيقة ما يتردد حول الرؤية منامية تسببت في إعادتك لجادة الصواب والطريق الصحيح؟ لا والله والله يا اخي انا ربنا يوداني الطريق الغلط ده لحكمه وجابني راجع الحمد لله برضه لحكمه يعني. والحمد لله انه جاني الموضوع ده في بدايات في بدايات فتره يعني ما احسن مما كان يجيني بعد ما مثلا اصل مرحله معينه كده يعني. الحمد لله انه انا جاني في البدايه والحمد لله الواحد يعني شفت الطيش وشفت الشباب وشفت والاثنين حبيتهم لكن حبيت المسؤولية أكثر يعني. هي القصة قصة مسؤولية ما عندها علاقة به يعني. مسؤولية تشوف عليك شنو والعليك شنو انت الهدف الله ده ذاته جابك في الحياة دي لهدف معين يعني لفكرة معينة بس ما أكثر ولا أقل يعني ما في رؤية منامية. طيب خلينا احنا نطلع فاصل ونرجع ثاني نكمل باقي أحوارنا. تمام فاصل ونرجع ثاني خليكم معنا. شيلي دي خدتي دي جربيها واثقه فيها مش مياسم ما في شبيها سبكتك بنشتهيها رز تمام ما في كلام رز مياسم يا سلام وديها لناس ابتسام حاضر عايزه شاي من المعاي شاي عجيب ده بحليب بمياسم ده اللبن طبيعي الرطاعي واضح احلى شيء الشوربه دي فتة شوربه ده العدس نظيف معبى قد حبس صلصه رز عدس لبن كله جبت لك مياسم ذوقنا بيختلف أو مطاعم بين صنيف وصنيف الكل بيختار مياسم منتجات مياسم الكل بيختار مياسم ورمضان كريم. صديقتي في الحياة اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني مسنودة بيها وما في شي بيوقفني وجودة في حياتي بيميزني جنبي في كل مناسباتي واحلى لحظات حياتي وبيها الناس بتعرفني صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي
العنود 5 نجوم في ريحتي وصحبتي. إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح، اختر منتجع درة وادي النيل، الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان، والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد. ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة. يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى، وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين. كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق. صالات وقاعات لجميع المناسبات، أعراس، مؤتمرات، ورش أو منتديات، وحتى الحفلات الترفيهية وعياد الميلاد، وحدائق لألعاب الأطفال، مواقف خاصة للسيارات. منتجع درة وادي النيل، الخرطوم، شارع النيل. للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63 44. منتجع درة وادي النيل، واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية. منتجع درة وادي النيل، أصلي عصري. اهلا بكم الاعزائي المشاهدين من جديد، ولا زلنا مع احمد فتح الله. مرحبا بك يا ابو حميد. الله يديك العافيه يا استاذ. قبل الفاصل تكلمنا عن انه هي قناعه. أيوة. اللي خلتك انك وحب. أيوة. في المسؤوليه يعني. ايوه. وما رؤيه مناميه زي ما بتردد. لا لا لا. لا. طيب بمناسبه الرؤيه المناميه ونحن في شهر رمضان، يعني شهر الخير والبركه والوفاق، الشباب ديل كانوا مصرين جدا انه يعني لازم احمد يدون جزء من مدحه. وانا والله صراحه بيني وبينك انا قاعد احب ذات صوتك في المديح جدا، عرفت؟ فتوافقت الفكره دي مع 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 طلبهم ده. فيا ريت قبل ما نمشي للسؤال الجاي ادينا جزء من الحاسه، ولا لا زاد الحاجه دي تشفع لك لقدام في الصناديق الباقي ان شاء الله. هذا اديني روح ثاني. ها ما في مشكله. تبيعنا الطمسه يا مولاي يهمنا الخمسه سامحنا، تبيعنا الطمسه يا مولاي يهمنا الخمسه أسعينا بخمسة نسينا الدين أركانه الخمسة سامح، والله نشكي دوام من تصبح وتمسى لحق الناس نخدم بالخمسة سامحنا، تبعنا الطمسة يا مولاي أهملنا الخمسة سامح، الناس مالهم عنا لحق تبعوا لآمال سامحنا، ودوا مبارح نهر خالو جاءنا زماننا مالي ومالو سامحنا، تبعنا الطمسة يا مولاي يهملنا الخمسة سامحنا، تبعنا الطمسة يا مولاي يهملنا الخمسة سامحنا. يا سلام يا اخي، ربنا يسامحنا ان شاء الله جميعا. امين يا رب العالمين. امين يا يعني رب. ما شاء الله يعني في 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 عارف يا احمد، بيقولوا دائما الزول اللي بيمدح ايوه ده فنان حقيقي، عرفته؟ يعني تصنيف كده الحاجه دي، يعني لانه المديح صعب. والله يعني كاداء كده ايوه باور وقوه صوت بتاع، لكن انا المعنى البعيد اللي هو كله جميل وحلو من ربنا يعني. اصل الناس بيخشوا في الحته بتاعت مثلا الغنى والحلال والحرام والحته دي، لكن اللي قريت كلام او يعني عن الاستاذ الممثل المصري حسن يوسف تقريبا، الله اعلم، اللهم بيتكلم بلسان الشيخ الشعراوي، وانا اي حته بتاعت حلال وحرام دي طوالي بدخلها في طايو كده هنا. ما خلاص قالوا ليه حلال حلال حرام حرام، لانه الدين ده بيكرم العقل وبيكرم المنطق يعني. الشيء ده وزنته في راسي لقيته يا اخي ايوه كلام منطقي طوالي. قال يا اخي، قال له يا اخي الغنى ده او التمثيل ده يا اخي حلال ولا حرام؟ قال لي يا اخي الكباب اللي قدامنا ده شنو؟ والكباب كان قدامهم شاي يعني. قال لي كوبايه؟ قال لي فيها شنو؟ قال لي شاي. قال لي حلال ولا حرام؟ قال لي طبعا الشاي حلال. قال لي طيب الكباب كبابي دي لو كبينا فيها خمره حلال ولا حرام؟ قال لي حرام. قال لي يا اخي الفن زي الكوبايه دي. فهمت الفكره؟ يعني قال حلال وحلال وحرام. ايوه هو
في النهاية انت بتقدم الحاجة لشنو؟ ايوه وسي الزمن ده بنشوف غنى انه بجد هو في غنى حلال وفي غنى حرام. يعني الاول حرام لشنو؟ ما هو الكلام يعني هو كلام حلاله حلال وصحيح وصحيح وغلط وغلط. يعني منتشر مثلا اليومين دي بتاع الضربة والغنى اللي هو اي حاجة خادشة يعني بتاع الوصف الخادي الشديد ده الكده ديننا ده والله سهل ويسر ويتبع الواحد بينه وبين نفسه وبين ضميره. تلك السنة كلام الشيخ الشعراوي دخلته في راسي لقيت كلام ده منطقي ها لأنه هاي في غنى مثلا في هقدر أخش لك في أمثال عشان ما أخش في مشاكل تمام مع ناس تمام يعني. طيب قبل ما نمشي للصندوق الثالث ده أو الدرجة الثالثة دي الله في حاجة في سؤال كده يعني هو عابر كده مطلحنا البنادول البنادول دي بيقولوا انه احمد والله يا اخي البنادول دي هو ما عايزه لكن بيمشي القصه دي عشان الجمهور وكده وما قادر صار يروح بالموضوع ده بصراحه كده يقولوا يا اخي البنادول ده حفوني منه فما قادر الكلام ده حقيقي والله بحب اسمي ده شديد يعني كده الوقع بتاع احمد فتح الله ده يقول لك والله اتبسط جدا احمد فتح الله تحديدا شديد من غير اي القاب لكن هاي ما يعني ما عندي مشكله يعني ما خلاص الدايره والله ده اللي يبقى كويس تمام طيب دايرو بنادول دايرو مرسيدس ما في مشكلة تمام طيب ده السؤال ده اسمه سؤال اللعنة يا اخي دي ذاته سؤال واحد في ظرف اسمه سؤال اللعنة سؤال واحد وفي ظرف بس دي المصيبة دي دايرناها زالو تقول ايه زالو ما دايرناها زالو ايوه بتراجعه في صندوقه ده في ظرفه وبنشيل روحك طوال مرجوع في ظريفة يعني مرجوع في مسمى الله ده بيتفتح ذاته يا ساتر اي 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 الله يا اخي شعب السودان بحب الشمارات طبعا وممكن يكون في زول عرف وما عرف لكن انا يعني يعني ما بقوله يعني موضوع ما عنده علاقه بشغلي وبهنا فشنو يعني والله ما عارف قلبي يقول لي شنو قلبي يقول لي يا اخي اقول ارد يعني عشان شنو ما في حاجه يعني والله براحتك انت انا بديك الخيار يعني ما في حاجه والله ما يا اخي اقول لك حاجه ما في مشكله طبعا صريح زياده عن اللزوم ها يا اخي نقوله يعني قولوا عشان ذاته هاي في فتره ما في ناس شنو استفادت من القصه دي وكان عاجبه جدا جدا الموضوع تمام طيب بعت سيارتك مؤخرا نعم بسبب تورطك في شيكات بدون رصيد نعم الكلام ده حقيقي نعم ها نعم القصه شنو ورطك شنو في الشيكات دي ذاته والله يا اخي طبعا انا ابوي ده ان شاء الله ربنا يديه الصحه ويديه العافيه ان شاء الله رب العالمين واقدر اوفيه حقه يعني هو ما بقدر اوفيه حقه طبعا يعني طبعا. انا العمل لي انا يعني لحد ما مما قمت انا اتولدت في بيتنا 1988 في بيتنا في الثوره في الحاره 21 يعني بيتنا يعني الحمد لله واتدرجت لا من قريت ال 13 ابوي طبعا كان رافض الموضوع ده جمله طبعا تفصيلا بتاع الغنى ده ووصل معاي مراحل يعني كان بتغنوا الدس في ماليزيا ايوه ضارب وربط ربطني يعني في النهايه غايته اقتنع يعني فابوي تاجر في السوق في سوق الله اكبر ده احنا عندنا محل بتاع ثياب في سعد قشره وبيشتغل برضه شغل حر يعني اشتغل في مجال المزارع في مجال كده يعني وعندنا خش له مشروع كده بتاع مزرعة يعني ما داري اوريك انه انا ابوي ده عنده لي فضل يعني فضل ما عادي يعني ابوي ده انا قريت الرباط صيدلة الدفعة الخامسة من هنا بحيوم في جامعة الرباط 2005 الدفعة الخامسة في الرباط بس ما عارف وصلت 20 ولا وصلت كم 20 وده من بيدفع لي 4500 دولار في السنة ونزلت بعربيتي الحمد لله الجامعة وهم
بسبب الغنى برضو ما وصلته واتجلدته وقلع عربيته وقعدت اشتغلت معاه في السوق فترة برضو خليت السوق وداني ماليزيا بقرا السنة ب$5,000 يعني أصله ما قصر ما بيرسل لي شهريا $700 لحد 2013 الكلام ده. أنا أصله ما قصر في حقي أبدا والله لو وديته كلاي ديل الاثنين ما واحدة إن شاء الله لحوجوا لين ما بوفيه حقهم. الظرف العام بتاع البلد والظرف اللي بيحصل ممكن بيحصل في أي حتة يعني خش له مشروع بتاع مزرعة كده ويتضغط ويحتاج له قروش ويتضغط وما قدر يكفي بالموضوع. أنا كنت ضامن بس يعني أنا والله دفتر شيكات ما عندي ولا بعرف للسوق من قمته وكرست شغلتي ده أبو ده داري دخلني السوق بالرجال أبد مشيت ورا شغلتي دي ده كله طبعا كان الفيلم يعني دي بس القصة يعني بيحتاج كان مبلغ بتاع قريب 84 والحمد لله حليناها واتضغطت فترة كده وحتى كنت ما قادر أقعد في البلد سافرت كثير الفترة دي طبعا أي زول عايز حقه الحمد لله سي ما في أي زول داير مننا ولا هللة الحمد لله الحمد لله والشكر لله. في الفترة دي في أنا أصريت إنه دي ما حاجات شخصية أيوة منها لكن أصريت إنه لأنه في الوسط شوية يعني استغفر الله العظيم في ناس بتستخدم لك الموضوع ده استخدام سيء يعني أيوة طبعا بتسوغ له بطريقة إنه الزول ده ياخذ ثاني سنة ما يجي لكن شنو؟ يأبى الله من البلد وما عارف شنو يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره طبعا لو كره هي زول يعني الله ده في النهايه عنده تدابير والحمد لله نحن النية سليمة الحمد لله. في شمال؟ طبعا في ناس شمتت في القصه دي؟ طبعا في ناس قالت يعني زول ده خلاص مرق وما حيقدروا يدفعوا المبلغ ده وما حيقدر يعني شافوا المبلغ كبير قالوا زول ده خلاص مرق برا السوق وكده وبتاع بيتبسطوا يعني. في فنانين شمتوا في الموضوع؟ لكن زول ما يشمت له ب ب ب ب بحاجه زول يعني او بمشكله زول وكده. الدنيا دي في حاله بتاع الدوران الليله ليك باكر عليك باكر كده سلف ودين يعني. في فنانين شمتوا في القصه دي ولا والله بس عامه كده يعني الشباب واحد من الشباب عامه واحد من الشباب اقرب الناس والله يشمتوا فيك ممكن الزمن اللي علينا ده زمن المحقه ده زمن الطمسه زي ما قلنا هسه ده اقرب الناس والله العظيم الا من رحم ربي يعني. تمام طيب خلينا نشوف اخر صندوق عندنا هنا ده او اخر درجه كويس ده الطوب يعني ده ما الطوب لا لا ده عبوه ده شنو المصايب ده هدش هدش شوف اي حاجه هنا بتودينا لحته نعم عرفت اي شيء بودينا لحته نعم فشيل اي حاجه لا ما نعرف الحاجة دي مودياني وين ما انت لما تشيلها بتعرف لا ما بعرف دي مودياني وين دي مودياني لا انت اول ما تشيلها بعدك بتعرف مودياها لوين انت شيل ساكة ده بعدها انا بشرح لك انا مديني المفتاح ده مفتاح عربية البحتة دي طيب هذول العربية انت قادر تجيب عربية وثلاثة واربعة وخمسة لانه انت دول موهوب وعندك الموهب وعندك الجمهور وما ناقصك حاجة يا اخي انا حكيت لك يا سعادتك انا العربية انا والله نزلت بها جامعة 2006 نزلت بها جامعة موديل سنتها ما بيفرق معي الموضوع ده كثير والله طيب المفتاح ده يا احمد بيفتح لك قلب شخص دار تعرفه فكر كيف زود ده عامل لك يا اخي انا مالي ومال له يا اخي يا اخي انا مالي ومال له يا اخي ليه يا اخي انا ما عارف انا ذاتي ما عارف نفسي فتح لي راسي ده انا يا اخي فكر انا مالي ومال له يا احمد يا اخي فكر وانا مالي لا ما دائما اي شخص في الحياه بيكون عنده زول يعني مثلا عامل لك يعني ما قادر تفهمه الزول ده عرفته زول ده بفكر صح بفكر غلط بيخبر ايدك بيكرهك وهو بيكون مثلا قريب منك والله يا انا في الفتره دي يا احمد والله انا مركز مع نفسي دا افهم نفسي ذاته انا بفكر كيف ما عندي اخلاق يا زول يعني اشوف زول ثاني يا اخي انا مالي ومال له يا اخي انا فهم رقبتي يا اخي عليك الله شوف لنا حاجه عليك شوف لنا حاجه ثانيه الزناد ده بولع شنو جيب طيب جيب الزناد طيب انت بتدخن طبعا لا 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 الحمد لله ما قاعد تدخن؟ لا لا نهائي؟ الحمد لله احمد انا اي احترافات قبيل تكلمنا في السنه اللي فاتت في البرامج السنه اللي قبل كم قبل كم سنه قبل كم سنه طيب الزينات لو قلنا لك تحرق به ماضي ولا تولع به سيجاره؟ تحرق به ماضي والله يا اخي هو بخير وجا بخير يعني احنا
يقول لك يعني مشايخاتنا يقول لك نحن نشوف الخير في نص الشر يعني في نص المنحة، نحن نشوف المنحة يعني. فوالله يا أخي نحرق شنو قلت؟ الماضي؟ لا والله يا أخي الماضي ولا تولع سيارة، الذكرى تنفع المؤمنين يا سعادتك، لأنه كل ما لوج كده أقوم أتذكر كان حركته ها أتذكر كيف كان لوجته كان جاتني لو جاي ما بتذكر زمان لا كان حركته تاني ما بتذكر اللوجة دي شتو قبل تفهم ممكن تجيك لوجة تاني؟ ما يا زول بعد الحصل تاني يجيك لوجة؟ يا زول ها؟ ما في ابن آدم ده ما تضمن إلا شفته تحت تاني ما في ضمان والله احتمال يعني ما لو ممكن تضحي تولع سيارة عشان ما تحرق الماضي تولع السيارة معنا شد خير تولع السيارة معنا بس في ناس نفسها يرجع الماضي القديم ده كده يعني أظن لي كده في ماضية هي ولا ماضي كده ماضيني أنا يا أخي نفسها إنه ماضيك رجع أنت أي والله كيف رجع كده والله داري إنك ترجع الماضي الماضي القديم بتاعك أيوة رجع للشعوذة الوضع الجديد بتاعتهم دي مقلقاهم كده الفترة دي كانوا تسمينا فترة الشعوذة الشعوذة هاي والله اللي بيجيبه ربنا دانا والله راضي قلت لك شفت راضي دي راضي دي الدنيا كلها الرضا ده دي والله انا نعمة بحبد على ربنا يعني هما حاجة هبة رزق زيه زي الارزاق التانية يعني طح. انا والله في كل الحالات انا والله مبسوط بالذات يعني ناسي الحاجة اللي حصلت لي الفترة اللي فاتت دي وريتني انه انا قدر شنو انه انا زول يعني كده ما 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 بيفرق حاجة وقول لك شوف ربنا ده ما بيمنع إلا لحكمة ولخير وما بين ربنا ده ما عنده أي صالح أو ما عنده فائدة في عذاب زول يعني فقال لك لو رفعوا لك الحجب وشفت تدبير ربنا لك ها وانت المتضجر منه ده شفت تدبير ربنا لك حتخجل من ربنا يعني يعني هسه انا ربنا ده نزلني من العربيه دي احتمال كانت تتقلب بي قاعد اسافر كثير كان ممكن تتقلب بي يعني ما اموت اتشلد عذب لا من اموت فدي نعمه نعمه كبيره خلاص بقول لهم اكون مسافر الحمد لله عندي اخواني سدوا عين الشمس ما بيحوجوني نهائي طوالي بقوموا معي صح. احتمال كان سايق انا مقصود بان القصه دي فعلا 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 فتدبير ربنا ده والله انا ما عندي فيه اي مشكله كويس كعب انا قاعد اشوف قلت لك بشوف المنحه في وسط المحنه دي يعني يا سلام يا سلام ده كلام جميل احنا عايزين طيب. عن شكر ربنا فعلا والله الستارتر ده بتاع عربيه ولا لمبه؟ كده بتاع لمبه طيب يا احمد انت نجم ان شاء الله يعني نجم و فنان و ان شاء الله أبقى. يعني انت عباره عن لمبه مولعه كده ان شاء الله ابقى لكن هي لمبه عندها ستارتر نعم لو ما بقى في اللمبه دي ما بتولع الستارتر بتاع احمد فتح الله منو في الحياه دي اللي بيخليه يولع ويبدع ويطلع غنى ويصبر وكده والله طبعا عندي اخوان كتار ناس وقفت معي في برنامجي ده وفي شغلي ده ومشروعي عامه أقول ربنا الحمد لله موقف لي أولاد الحلال لكن في النهاية الستارتر الحقيقي هنا أنا والله الحمد لله دي برضو بحمد على ربنا إنه أنا ما شغال بزول نهائيا أنا بشتغل في زول في حالة واحدة في حين إن أنا أعدل من نفسي يديني دافع إنه أنا شنو أشتغل على نفسي يعني فهمت الستارتر الحقيقي معناها هاي الستارتر هنا الحمد لله هنا ذا قلبه ايوه تمام دي هبه من رب العالمين الحمد لله نشكر على ربنا تمام طيب ده كله مفهوم دي شنو طيب دي الستامب ده ولا دمغه رسمي بتاع مغادره لو قلت لك طيب انا حاضر اجيب السؤال ده طبعا هسه تقول له معلومه ماله برضه الدمغه دي لو في شخص نفسك يطلع بره حياتك داير يطلع بره حياتك داير تدي الدمغه دي كده وهو مارك في ظهره كده تلصقها له اقول له يا اخي خارج عليك ما عندي زول والله يا احمد انا البغادر حياته انا ما هو يطلع من حياتي انا اوريدي ويعني ما عارف يعني ممكن اسي الناس اللي قريبين منه يشوفوني ممكن كله يقول لك احمد فتح الله ده كل فتره يلاقوني معاي زول ولا طالع ونازل معاي زول ولا اي زول لواني عذبني حسيت انه ما في حاجه كده مع بعض طوال انا البغى انت اللي بتغادر لاي اصله ما يغادر غادر انا ده انا طيب. خفيف طيب لو قلنا لك حاجه في الوسط الفني نفسك تغادر الوسط يعني تكون ما في ممكن تخش
حاجة تغادر الوسط. حاجة سيئة كده أنت حاسس إن حاجة سيئة. أنا بقول قلت لك الوجع راقي. ديني بس من الوجع بحبه. حاجة أشيلها من الوسط الفني. حاجة أشيلها من الوسط الفني. من الوسط الفني ومن الدنيا كلها النفاق. النفاق. أيوة. النفاق ما في شيء بيجبرك. ما أنا أحمد والله قاعد أعذب نفسي نهائيا. بحبك بحبك ما بحبك ما بحبك يعني. وما بحبك ما معناته انه انا عدوي. ما بحبك ما خلاص ما في كيمياء مع بعض يعني. ايوه غادي غادي يعني. صح اللهم واضح في حياتك بشكل عام. يا هي الدنيا دي يعني حاجه دي لو السودان عامه بقت يعني في حاجات كثيره كده يعني. نسي اليوم ده قاعد اتونس مع زول قلت له يا اخي بحضر في مسلسل يعني في اليوتيوب كده دار نوم قام يعني دكين يوم ده كنت بتونس معه هيثم السيد الله يدي العافية في النيل الأزرق. قلت له يا أخي أنا جيت لقيت مسلسل دكين وبتذكر زمان في آخر التسعينات حتى لقيت الأستاذ محمد المهدي الفادني يوم عمل التشيك ساون في 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 المسرح القومي. قلت له يا أخي دكين. قلت له أنا 30 دقيقة لقيت المقطع 30 دقيقة أنا استمتعت من جواي مع إنه حضرته زمان يمكن أكون أنا عمري 10 سنة أو 12 سنة. الناس دي كانت برنامج سابق الساعة 8 9 تقوم قاعدة قدام التلفزيون. دكين ده كانت قصة وبتاعة سكة الخطر. عرقلة وكرناف شوف نحن يا أخي شوف التسعينات لا في 4K لا في درون لا في لكن ما بعرف كان في شنو الزمن ده. كان في نظافة يا ربي. صح. كان في الكاميرات ما كانت نظيفة لكن النفوس كانت نظيفة. الله أعلم غاية القلوب كانت نظيفة. كان يعني حاجة عمل أنا بعتبره زي ينافس باب الحارة اللي عملوا منه 12 جزء ده. فأنا يا أخي أنا قاعد أزعل والله بزعل للبلد السودان. أنا سيدي وحياة الله أنا الغنى ده ممكن ما حصل فيه يومين تاني يعني أو سنتين أو الله أعلم يعني. أنا ما أقول لأنه يقول أنا ما عندي الطاقة وما عندي المقدرة لأنه أنا يعني في حاجات كثيرة واجهتني. اللهم بس بالعزيمة سائدة زول ووقفة الشباب الزول بيقدر يتخطاها يعني. لكن عامة للسودان يعني يعني السنة دكين ده يعني الناس البرة لو فهموا لهجتنا دي هما كان شغل بادية لهجة. أيوة عرب. أيوة الناس البرة ممكن أنا عندي عقدة إنه ليه نحن ما نجيب لنا كاس من برة في الكورة. ناس في الكورة نفوسها ما نظيفة. ليه ما عندنا غنية تقطع بس البحر الأحمر ده تقطع حين ده. ليه ما عندنا فنان يجي يستقبلوا بالفي آي بي ويجي يستقبلوا وزير ثقافة بلد معين. ها يا أخي نحن مشكلتنا شنو كعوبيتنا في شنو يعني. لكن نحن في الوسط المعين في الكورة نحن بنهلال مريخ وبيكاتلوا في بعض وبسووا في بعض وبدفنوا في بعض. المنظومة كلها تدمرت اللي كل المحسوبة على منه على السودان. نحن في الغنى بنحفر لبعض بنعفن في بعض بنكسر في بعض. ما عندنا غنية تقطع البحر الأحمر ده المسوي منه السودان متضرر. ايوه متضرر ثقافتنا. نحن ماضينا يكون احسن من حاضرنا يا اخي. الناس ماشيه البلد فيها خير ماشيه بنفوس الناس ماشيه في محقه في محقه في محقه في محقه. هسه انا بعتبر ذاته هي ماشيه بالبركه. السودان ده ماشي بالبركه بس والله. لكن اي زول في اي مجال كيكه نحن ما بنوردها هنا. هسه انا امشي طرابيزه اي سوبر ماركت نحن المانع شنو يعني. الما عندنا شنو يعني. انا بمشي بشتري الكيكه اللي هناي وبشتري ما بعرفه وبشتري وبشتري. ما عندنا يا اخي زبادي يقطع الناس ياكلوه. اجي ثلاجتنا كلها اجعل سوبر ماركت في الخرطوم ثلاجتنا كلها مستورد. يا اخي احنا مشكلتنا شنو؟ لانه احنا ما عندنا الثقافه بتاعتنا. انا نفسك بحاجتي انا اكسرك اول حته انا اقوم انا اخلي القصه دي براي انا اكوش على القصه دي كلها انا براي. ما غيرته الوجع راقد يا احمد يا رب. ربنا يصلح الحال. امين يا رب. خلينا نطلع فاصل ونرجع ثاني بعد الوجع ده ان شاء الله. تمام فاصل ونرجع ثاني خليكم معانا. لو غلب
ثبتنا الحركة ما قصرنا في شهر البركة لكن لما انحان الأذى سبقنا عليه بيت الرحمة نور وهلا رمضان طلّى طلب المدفع رمضان هلا وصور حلوين باهينا فاطرين تشغيلة كيد كل الصايمين برجايل قاهم بقوايين بمحبتكم كلنا صايمين يا نايم قوم كلها كم يوم رمضان ساعات في الطان تعود بالخير يا شهر الصوم يرجع يلقاك خففت النوم نور وهلا رمضان طلع طلب المدفع رمضان هلا بمجيك فرحة قلوبنا وكل شوارعنا وبيوتنا من بنك الخرطوم رمضان كريم بنك الخرطوم أنت أولا شيلي دي خدتي دي جربيها واثقة فيها مش مياسم ما في شبيها سبكتك بنشتهيها رز تمام ما في كلام رز مياسم يا سلام وديها لناس ابتسام حاضر عايزة شاي من المعاي شاي عجيب ده بحليب بمياسم ده اللبن طبيعي طاعم واضح أحلى شيء الشوربة دي فتة شوربة ده العدس نظيف معبى قد حبس صلصة رز عدس لبن كله جبت لك مياسم زبنا بيختلف منتجات مياسم الكل بيختار مياسم ورمضان كريم صديقتي في الحياة اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني مسنودة بيها وما في شي بيوقفني وجودة في حياتي بيميزني جنبي في كل مناسباتي وأحلى لحظة حياتي وبيها الناس بتعرفني صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح اختر منتجع درة وادي النيل الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق صالات وقاعات لجميع المناسبات أعراس مؤتمرات ورش أو منتديات وحتى الحفلات الترفيهية وأعياد الميلاد وحدائق لألعاب الأطفال مواقف خاصة للسيارات منتجع درة وادي النيل الخرطوم شارع النيل للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63-44 منتجع درة وادي النيل واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية منتجع درة وادي النيل أصلي عصري اهلا بكم الاعزاء المشاهدين في القسم الاخير من برنامجنا ولا زلنا مع احمد فتح الله كما يحب احمد فتح الله من غير الغلط ايوه تمام طيب باقي لنا اخر حاجه يا احمد الرقم ده رقم واحد ايوه لو قلت لك يا احمد الفنان رقم واحد في الساحه الفنيه في السودان منو انت عارف وانا عارف ولا الناس ورا الشاشه دي عارف انا ما عارف انت عارف والله ما عارف والله احمد الصادق الامبراطور احمد الصادق امبراطور احمد الصادق ايوه والله فنان رقم واحد في الفنانين الشباب في السودان التحيه لاحمد نقول له رمضان كريم وربنا يديك الصحه والعافيه
وتعاود من جديد اطلالك على المسارح ان شاء الله. منتظرين والله. اوكي كده قفلنا الهرم. نعم. الاسود. نعم. حاجة نشرح لك الفكرة الجاية. نعم. هنمشي نجيب هناك. أيوة. جدا. بتعود ده أحكي لك ال الحصة شو. فاجأني النهار. طيب يا أحمد. تزول أول شيء زول كلس. نعم. زول قلبك قوي. نعم. ها؟ يعني ما عندك مشاكل. أنا حسيت ما عندك مشاكل يعني تسكر كده. نعم. أنت بتعيب وارف شنو؟ ما في حاجة. أنت تمشي فيني. أنت هتخرج جوا التعود ده. نعم. كويس؟ هنقفل عليك الباب. تمام؟ هنسألك سؤال. نعم. سؤال واحد هو سؤال التابوت. ياي. حجاوبنا عليهم حتطلع. بس انت لازم تكون سريع في الاجابه عشان شنو؟ نعم. يعني قدر ما حاولت يعني كده تتفلسف وتعمل قصص وكده انت قاعد جوا احنا ما عندنا واحنا قاعدين برا. مربوط بزمن يعني لا كل ما تاخرت انت كل ما تاخرت الاجابه وكده حتكون قاعد جوا. نعم. والقاعده الكثيره جوا انا ما داير لك. نعم. تمام؟ نعم. خلاص؟ مفهوم. مفهوم؟ والله في المود ده ما جاي جاي لكن ده فعل وحش يا ده ما ده ما ده في شفت ده تعود واقف كده ده 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 هرغه ده ما المومياوات ديل بيل بخدتوهم يعني الواحد بيتحنط في بتاع زي ده صح ما هو بيكون ميت لا صح ولا ما صح القصه هنا القصه مختلفه القصه مختلفه يا سعادتك هو اسمه تابوت ما اسمه تابوت يكفيني فخرا انه اسمه تابوت لا 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 ما تابوت ده بس اسم يعني شنو اسم كده خش بسم الله يا اهل الله كده انت خش يعني بسم الله يا لطيف طيب كان احمد فتح الله والبنادول نعم ها وفلسفه نعم شفت كده انت حاليا ها في اهدى مكان نعم ها نعم في الدنيا دي وبنفس الهدوء ده نعم بنفس الهدوء اللي انت فيه ده هنسألك سؤال التابع والله يا احمد دنيش والله بس ناسي بتلعب بيه ناسي ما الناس الى جميله وتكلمنا كلام حلو ان شاء الله يا اخي ربنا يبارك لنا فيه ما في داعي طيب. بتاع دي يعني طيب. يعني نتكلم من وراء حجاب يعني ولا شنو لا 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 هذا السؤال سؤال التابوت تمام نعم جاهز جاهز ان شاء الله وحمد بابك كيفك نعم الاخبار الحمد لله احساس كيف يو والله احساس ما جميل جدا جدا انا طبعا ناس جهات دي اصغر مني لكن انا مذكر زمان كباين التلفونات دي تخش تكفير هنا ايوه الاتصالات المدى الجديده ايوه ايوه بس كبين اتصالات احمد خلينا اسالك سؤال مباشر نعم كويس يعني ال 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 تعرضت لحرب حرب منظمه ومدروسه ومرتبه اللي بعدك من الساحة الفنية في فترات معينة في 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 مشوارك الفني الكلام ده مدى صحته هل هو حقيقي ولا ما حقيقي يعني تعرضت على كذا مرحلة بيقولوا على كذا مرحلة لا والله الناس مقربين منك بيقولوا على ثلاثة مراحل أديك الأكيد على ثلاثة مراحل موهبة طاغية جدا حضور عندنا مشكلة بس بتاع جهل كده خفيفة هي يعني يعني إنه أنت بيتخيل انه مثلا الليله يعني احمد باكر ينجم زي عمل فكره برنامج أيوة. كده هناي هيهدد العرش بتاع احمد او حيقلل مشاهدات احمد يا اخي والله الموضوع ده ما عنده علاقه يعني فهمت يعني حتى لو حصلت الحاجات دي الكلام تقول فوده حقيقي يعني ها هو ما حقيقي يعني والله انا غايته شخصيا كده بوعاي ده انا ما في كلام بالشكل ده وما ما في نهايه ما ربنا معطل المشوار ده معطل له فهم او مقدمه له فهم دي تراتيب ربنا وارزاق يعني مكتوبه اوريدي فهمت من قبل ما نحن يعني الناس ممكن قلت لك يهيئ لناس ناس شويه يكون في جهل جهل بالصح والغلط والحلال والحرام ها اقوم بجهلهم دي يقوم زول كده يعني يتوتر منك يعني لكن ما 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 في ما اعتقد يعني ما بتعتقد هاي القصه دي في النهايه انا ما ذاك العيش السنه بالنسبه لي يعني ورزق زيه زي رزق يعني اجتهدت اشتغلت فيه وبديك يعني بس بالبساطه دي يعني طيب حفلات جماهيريه مؤخرا ناجحه جدا جمهور ما شاء الله تبارك الله كبير جدا ذلك الفضل يعني انا دارك توصف لي الاحساس يعني شوف يا احمد يعني بقول لك دائما الفنان الحقيقي هو اللي بيقتطعوا له الناس من قوتهم نعم تذكره عشان يخشوا له حفل جماهيري ده التصنيف بتاع الفنان الحقيقي
نعم. انه انت بتقطع له تيكت عشان تخش نعم. له حفله. التيكت ده انت بتكون موفر مصروف الجامعه, الراي موفره من حته كده الحاجه تكون يعني شنو يا اخوان ما تركز مع الحاجات دي. ممكن انت عندك فوبيا من حاجه معينه؟ اي والله ما بحب الاماكن المظلمه والضيقه تحديدا يعني. لا لو في حاجه مثلا او شيء ممكن ما سامعك انا لكن مع القصه دي ما سامعك. طيب حشرات مثلا ما عندك معهم شيء؟ حشرات مثلا؟ والله يا احمد يا اخي هاي ما بتنفع معي يعني. ما بتنفع معك؟ اي والله. ابرقك طيب تطلع؟ اي يا اخي. دار تطلع؟ اي يا اخي. ها؟ انا الروح ما استعملتها بالمناسبة. بس دار تستخدم الروح تطلع؟ اي دار اطلع يا يعني اخي. نتكلم في حلقات جماهيرية. اي يا اخي عليك الله. ها؟ اي صلى على رسول الله. والله صلى على رسول الله. اي يا اخي صلى على لا صلى على الرسول ده. صلى على النبي. خلاص خلاص صلى على الرسول ده خلاص احنا ما بنقدر بعد كذا. بعد صلى على الرسول ده خلاص. اللهم صل على خير يا اخي. الله يجزيك خير يا احمد. تعال 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 هنا هنا. طيب انا برضو انا لانك انت طبعا قلت لي صلى على الرسول ده خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك. الله يعزك. يلا الحفلات الجماهيريه بس يعني انا داير اتكلم بسرعه عن الموضوع ده. حفلات ما شاء الله ناجحه جدا. احساسك شنو يا احمد انت تشوف الجمهور هو في المسرح وطوالي معاك وجنبك وسندك وكذا؟ طبعا انا هو الحاجه ما عندي قناعه في نفسي يعني ما شايف انه انا مثلا يعني حاجه كذا رهيبه. ممكن اقول لك يا اخي انا بحس الحاجه يعني بحس الحاجه يعني مثلا نسي عندي اغنيه بتاع تبيعيني عشان المال يا اخي انا بكون محروق شديد خلاص تبيعيني عشان انه معنا انا ما في واحده باعتني عشان مال يعني كنا يكون ده الفريق الوحيد. بعدين انا جيل اقول 2016 انا الميديا دي خدمتني خدمه كبيره يعني يعني كانوا بيعملوا الفنانين زمان اي زول داير يمشي يعمل كاسيت ويشتهر وتعبوا تعب شديد خلاص نحن بقينا يعني تقدمت لنا على طبق من ذهب يعني هسه انا ممكن افتح لايف من هنا عند اي كلمات والحان جديده اوصلها لاي زول في امريكا صح فنحن تقدمت لنا فرصه جميله شديد يعني ساهمت لنا اختصرت لنا زمن طويل يعني في ناس بتستنكر عليك الحته بتاعت انه ياخذ ود 200 يعني يا اخي انا ما ود انا ود العولمه ود الحداثه ود السهوله ترى ربنا رزقنا بالحاجه دي انه تصل بالسرعه دي يعني ما بفتكر انه في غضاضه يعني انا والله شوف بفتكر انه تواضع منك كويس انا خليني اقول لك الكلام الحقيقي نعم انا في نهايه الحلقه دائما بدي الضيف بقول له الكلمه الحقيقيه عرفتها بعدنا الحوار انت يا احمد موهبه حقيقيه ان شاء الله ابقى مشروع كبير جدا بتاع فنان جماهيري يعني ممكن يكون رقم واحد في البلد ان شاء الله يبقى يا رب اغانيك واصله والله انت احمد جمهورك دعمك نعم. كويس بشكل كبير جدا جدا نعم. شاب عركت الحياه شفت الصح وشفت الغلط شفت الغلط وشفت انا ربنا رزقني بشريحه والله يعني قمنا مع بعض تربينا مع بعض يعني ايوه جمهورك اي ما قمنا مع بعض اي وما والله دائما بلقاهم قدامي يعني واقفين لي وقفه وقفة رجال يعني احنا حيون كلهم والله من هنا والحاجة دي يعني أسي انت شايف الحاجة دي في غيرك 30 مليون ما شايف الحاجة دي لأنه نحن بنقدم حاجة خاضعة للذوق للذوق والتزوق يعني سيدنا النبي ده يعني أنا ما بضرب لك مثل يعني كفكرة عامة يعني سيدنا النبي ده الأنبياء عامة يعني ما الناس ما بتجمع عليهم يعني فنحن بنقدم حاجة قابلة للرفض وللقبول وفي ناس بتجتهد وتستميد في انه يوصل رفضه وكراهيته ليك دي على اساس انه انا لما كده بقيت خلاص بعقلي ده وبمستوى العقلية دي يعني الحاجة دي انا والله ما بتفرق معي بشيء يعني كثير انا لقيت 10 حبوني جو قطعوا لي تذكرة والله دي نعمة كبيرة شديد جدا جدا والعشرة دي يحبوني في زمن نحن ما ممكن تلم لك نفرين على راي واحد صح حكومه دي لها كم سنه ما دارت تتفق صح فتره طويله جدا فانا يعني الحاجه دي برضه في مترتبات على نفسيه بتلقى فيها تلقى سي فنان يوم يسلم عليك ممكن ثاني يوم ما يسلم عليك لانه نحن يعني اقول لك مشوهين نفسيا يعني النفس البشريه بطبيعتها يعني سلام بنزل اغنيه قول مثلا نزلتها في الصفحه هاجي القى لك يا سلام يا سلام يا سلام حلقه واحد يقول لك يا خمشي يا خالق الله يا وهمي يا اخي ها الموضوع ده انا بالنسبه لي انا احمد ما بحس فيه نفسي والله لانه انا مقتنع انه يا اخي انا حابتدي قابل للرفض وللقبول يعني في ناس ثانيه الموضوع ده بيملاها تشويه
خلق عادي خلي نفسي يعني. أنا شكر لك كثير يا خلي كنت عزيزك يا ضيف عزيز أنا والله بتبسط جدا جدا واسيانا لاويتك قلت لي عندي حلقة اليوم طوالي ركبت جيت لأنه ما شاء الله برضو يتاسم المرسيدس ذاته في فترة بسيطة أسست لي برنامج يستمر سنين عملت نسبة بتاعت مشاهدة خرافية وأنا ده من برا أقدر أوصل به يا أخي وجعي ووصل به المنبر ده بشرفني ووصل به المنبر ده يشرفني جدا وبحضورك وأنا شاكر لك ومزيد من النجاحات إن شاء الله ربنا يزيدك مزيد من النجاحات يا أبو حميد إن شاء الله رب العالمين وإن شاء الله رب العالمين دائما بكامل الألق بكامل الإبداع بكامل البهاء ولقدام والله يا أخي يمكن الحاجة دي تعتبر نفاق الناس بيعتبروا إنه زول اللي بيتكلم عن البلد عامة ده بيكون زول منافق لكن والله البلد دي بغير بيناسة دي إلا يجيبوا ناس جداد يعني نستورد لكن ما كان نستورد أي حاجة لكن أس الناس ما مش نستورد ما يستورد ما نجيب ناس هاي مشكلة شكرا لك كثير أبو عماد شكرا 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 الله يديك العافية شكرا لكم أعزائي المشاهدين كانت دي حلقتنا من التابوت أيوه دي كانت حلقتنا من التابوت الليلة نلتقي في حلقة جديدة كونوا في أمان الله سلام عليكم تفضل يا أحمد